السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. معاك نينجا فورس، حيا الله كل الشباب الحلوين اللي قاعد يتابعوني الآن مع انبوكسنج آخر واستعراض وتجربة لسماعة أخرى تلتحق بالسماعات الأخرى اللي سويت لها انبوكسنج واستعراض وتجربة في القناة. وبما إني أعشق الصوتيات وهذا المجال صراحة يستهويني كثيرا، لأن هذا المجال كل ما تعلمت فيه أكثر وأكثر تجي بعد فترة تشوف شيء جديد، تشوف نفسك توك مبتدئ كأنك ما تعلمت شيء سواء 10 سنوات 15 سنة. فهذا المجال مجال عميق جدا وكل يوم بعد يوم قاعد يتجدد. فخلينا نخش على طول في انبوكسنج واستعراض هذه السماعة. هذه السماعة راح تجي باسم جير اب ريج 500 برو، يجي منها ال 400 برو. الاختلاف بين ال 500 وال 400 ان ال 500 السلك اللي يركب في السماعة راح يكون في جهة واحدة اللي هي جهة اليسار جهة المايك، كمان تقدر تفك السلك وتركب السلك، وهذه ميزة ممتازة عشان اذا حبيت مثلا تخزن السماعة مع التخزين ما ينقطع منك السلك. وكمان اذا مثلا انت تلعب ودعست على السلك بالغلط راح ينفصل السلك تلقائيا ما راح ينقطع، وهذه ميزة ممتازة جدا ولا بد تكون متوفرة في اي سماعة. اما ال 400 ففيها عيب ان السماعة راح يكون السلكين في اليمين وفي اليسار وما راح تنفصل معك، راح تكون مشبوك على طول، فعند التخزين احتمال ان السلك يتدمج او ينقطع، او اذا دعست بالغلط على السلك كمان راح ينقطع وما راح تقدر تغير السلك. فهذه هذا الفرق اللي بين ال 500 وال 400. ايضا كمان في ال 500 المايك عندك تقدر تفصل المايك، اعتقد انك تقدر تفصل المايك، راح نشوف ان شاء الله بعد ما نسوي الانبوكسنج. اما في ال 400 فالمايك راح يكون راكب تلقائي ما ينفصل عن نفس السماعه. اعتقد ان هذه هي الفروقات اللي بين ال 500 400. كمان ال 400 راح يكون عندك زر الميوت في نفس السلك، هذا الميوت راح يكون اذا رفعت المايك على فوق راح تقفل معاك اللي هي ال 500 برو، اذا رفعت المايك على فوق راح يقفل معاك وراح يعتبر ميوت او ينقطع الصوت من المايك، اما اذا نزلت المايك فراح يفتح المايك معاك ويصير المايك اوبن. اما بالنسبه ل 400 فراح يكون عن طريق نفس السلك، راح تلقى فيه زر كتم الصوت او تشغيل الصوت بالنسبه للمايك. هذه الفروقات بين ال 500 و 400. بالنسبه للشيء المميز في هذه السماعه راح تجي بدرايفرز اللي هو السبيكر الداخلي، راح يكون حجمه كبير جدا، واعتقد انها هي السماعه الوحيده بالنسبه لسماعه الجيمنج اللي راح يجي درايفرز حقها او المكبر الداخلي راح يكون 50 مليمتر، شيء ضخم جدا بالنسبه لسماعه هيدفون او هيدسيت. هل هذا الشيء راح يفرق بالنسبه للاداء الصوتي؟ لان اغلب الناس بعد ما قرأت عن هذا الموضوع اغلب الناس تكلموا قالوا احنا ما نهتم بحجم الدرايفرز او السبيكر الداخلي سواء كان 40 مليمتر او 50 مليمتر، احنا نهتم بالصوتيات. واغلبهم قال اعتقد ان ما في فرق بين ال 40 مليمتر وال 50 مليمتر، وانا اعتقد ان هذا الشيء مو صحيح، وراح نجرب ان شاء الله بعد ما اجرب هذه السماعه راح اقول لكم هل فعلا في فرق بين ال 50 مليمتر درايفرز او السبيكر والسبيكر اللي 40 مليمتر. كمان من ميزات هذه السماعه راح يكون فيها الغاء النويز او الضجيج بالنسبه للمايك اللي هو النويز كانسليشن، فراح تقدر تكنسل او المايك نفسه في ميزه كنسلت الضوضاء اللي حولك او الازعاج اللي حولك. كمان فيها زر ميوت، زي ما قلنا مو زر ميوت، انك اذا رفعت المايك على فوق المايك عندك راح يقفل تلقائيا، اذا نزلت المايك المايك راح يشتغل معك. عندك كمان راح تشتغل على كل الأجهزة، لكن ركز معايا، هذه السماعة هنا عندك هي تعتبر سماعة استيريو، تمام؟ خليك مركز معايا لا تستعجل وتقفل المقطع، هي سماعة استيريو، لكن السماعة هذه راح يجي معها برنامج دولبي أتموس اللي هو من أفضل البرامج بالنسبة للصوت المحيطي الافتراضي، تمام؟ فهذا البرنامج برنامج خرافي بمعنى الكلمة اللي هو دولبي أتموس، فراح يشتغل معك البرنامج. البرنامج راح يكون داخل البوكس في كود تفعيل لهذا البرنامج، ينزل على ايش؟ راح ينزل معك على الاكس بوكس، لان الاكس بوكس راح يكون نظامه من شركه مايكروسوفت، ومايكروسوفت دعمت هذه التقنيه اللي هي تقنيه الدولبي اتموس. اما بالنسبه كمان للبي سي، لان راح تستخدم الاكس بوكس راح يستخدم ويندوز 10 والبي سي راح يستخدم ويندوز 10. اما بالنسبه للبلاي ستيشن فاعتذر منك يا حبيبي، راح يشتغل راح تشتغل معك السماعه ستيريو. في اكثر من طريقه انك تشتري اللي هو محول صوتي 7.1 وتستمتع بالسماعه هذه. هذا كل شيء، زي ما قلت راح يشتغل معك نظام المحيطي اللي هو المحيطي، مو 7.1 لا، المحيط الافتراضي
اللي يعتبر 3 دي اللي يعتبر تقريبا 7.1 بوينت 2 او 9، ايوه 7.1 بوينت 2، يعني كأن عندك سماعتين في الاعلى وسبع سماعات حولك ومضخم. فهذه هي طريقة عمل نظام او عمل برنامج تقنية الدولبي اتموس. ما راح تكون 7.1، لا 7.1.2، سبع سماعات ومضخم وسماعتين في الاعلى بالنسبة لهذه التقنية. كمان راح يكون نفس اللي هو الاي او اكس، راح يكون يجي بالشكل هذا، راح يركب على الاكس بوكس وعلى البلاي ستيشن وعلى البي سي. بالنسبة للاكس بوكس راح يركب في اليد، والبلاي ستيشن راح يركب في اليد، والبي سي راح يركب في اليد. فزي ما قلت هي سماعة ستيريو، لكن مع هذا البرنامج راح تكون سماعة محيطية افتراضية ممتازة جدا، لأني جربت هذا البرنامج، صراحة برنامج خرافي بمعنى الكلمة. هذا كل شيء بالنسبة للبوكس من الخارج، ما في شيء يذكر. راح يكون اي اكس 3.5 ملم، وراح يركب على كل الأجهزة اللي هي الاكس بوكس والبي سي والبلايستيشن 4. وكمان راح يكون نفس هذا اللي هنا، الدائرة هذه راح تقدر ترفع الصوت منها وتخفض الصوت. فكمان في ميزة ترفع الصوت من نفس هذا الدائرة اللي هنا اللي يجيك فوق الاي او اكس، ترفع الصوت وتخفض الصوت. هذه ميزة جدا ممتازة. عندك ميزة بتشاهد يقول لك حساسية 45 دي بي، وعندك كلام كثير. من ضمنها الكلام اللي يهمنا اللي هو الأومز، راح تكون 32 أومز، هذا شيء ممتاز جدا. الدرايفر دايناميك راح يكون 50 مليمتر. طيب يا شباب، وصلنا للشيء المهم جدا اللي هو كيف كان اختبار السماعة، او ايش اعطتنا السماعة بعد الاختبار والتجربة. بالنسبة لمايك السماعة، انا قاعد الان اتكلم من نفس مايك السماعة. بالنسبة لعزل النويز او النويز كنسليشن في المايك، مرة ممتاز، يعزل لك النويز كنسليشن بقوة. لكن هل هي افضل سماعة من ناحية المايك في عزل النويز او قوة الصوت او قوة صوت المايك؟ لا، سماعة السنهايزر هي أقوى سماعة جربتها بالنسبة لسماعة هيدفون مخصصة للألعاب. سويت لها استعراض ومبوكسينج في القناة، راح أحط لكم رابطها في الوصف. أما بالنسبة للمايكا فأشوف أنا ممتاز بالنسبة للنويز كنسليشن أو عزل الضوضاء أو الضجيج من حولك. أما بالنسبة لقوة الصوت فأشوفه بالنسبة للمايك جيد، راح يسمعك خويك على الشات بكل وضوح، وما راح يكون في ضجيج من حولك، لأن الآن مشغل
مكيف الشباك، وعندي مكيف شباك هنا اذا اشتغل كانه طايره اقلعت، فعزل النويز في المايك ممتاز. اما بالنسبه لاداء السماعه بشكل عام من ناحيه تحديد اماكن العدو، نقاوه الصوت، قوه الدرايفر حقها انه يجيب لك اقل صوت موجود وانت تلعب، فشفتها مره مره ممتازه لدرجه اني لعبت عليها لعبه ببجي، لان السماعه شغلتها على الجوال النوت 9 حقي، وبما ان فيه برنامج الدولبي اتموس فاشتغلت معايا باداء ممتاز، لدرجه اني حددت مكان اخر عدو كان معايا في الجيم، فكان هو منبطح في اللعبه وما قدرت احدد مكانه، وكان لعيب يعني لعيب معنى كلمه يلقطك على طول من طلقه واحده، فاضطريت اني انبطح كمان وانتظر حتى اسمع صوته فعدى من جنبي، وعلى طول يا عم رميه في الراس خلصت عليه، فكان اداء في تحديد الصوت مره مره ممتاز، لدرجه انها تجيبك اقل صوت من اخر الماب مصممه عليها اللعبه، فكان ادائها ممتاز في تحديد الاصوات، ايضا نقاط الصوت ممتازه، قوه الصوت ممتازه، وهذا لانها تمتلك درايفر 50 ملم. هذا كل شيء، اتمنى يعجبكم المقطع، تعطيني لايك وشير المقطع، اشترك في قناتي، كان معك نيجا فورس، مع السلامه.